والسلام على رسول الله. أما بعد، ما حكم الصلاة في المثنى في هذا البيت؟ صحيح. والأكل والبقرة فيه بقاء بعد ساعة، كل صحيح؟ بناء على السؤال الثاني كله جائز، وبناء على السؤال الأول لا يجوز. ايوه، شرط انه يرجع المصحف لديه يجوز الاشياء الاخرى. اي نعم. شيخنا رسول الله، جاني شاب اليوم بيحكي انه